مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الفريدة من نوعها والقيمة في معانيها، وهي من الأسماء التي لها وقع جميل على القلوب. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم هادية. هادية اسم علم مؤنث من أصل عربي، مذكرها هادي، وهو على صيغة اسم الفاعل من الفعل هدى يهدي، هدى وهديا وهداية، فهو هاد وهي هادية، يقال هدى هدي فلان أي سار سيره. والهادية من النساء هي الإنسانة ذات الرزانة والسكون، المتزنة في سيرها، السالسة في المعاملة، المتقدمة عن جماعتها، الموجهة والمرشدة إلى الخير، الناصحة والمقدمة للموعظة. والهادية أيضا هي العصا، العنق، والصخرة الناتئة في الماء. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة هادئة ومسالمة ولا تحب العنف والمواجهة، متواضعة وواقعية ومثالية في تعاملاتها مع الآخرين، عميقة في تفكيرها وتظهر عليها الحكمة في سن مبكرة، تعشق الهدوء والأماكن المرتفعة ولا تحب الزحام، عاطفية ولديها رغبة شديدة في الزواج والاستقرار، صبورة جدا وحليمة، لكن عندما تغضب تتغير كثيرا. وهذه بعض الأبيات الشعرية: بحبك أغني يا هادية الروح النقية، في قلبي لك مكان خاص يا عزيزتي، كلما نظرت إليك تشعين كالقمر في السماء، وكلما سمعت صوتك تزهر ورود حديقتي، عيناك تحملان بحرا من السحر والجمال، وضحكتك تنير حياتي كشمس الصباح، أحبك أكثر مع كل يوم يمر، فأنت حبيبتي الغالية يا هدية الحب الرائعة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم هادية؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.